بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. متابعينا الكرام، هناخذ فيديو إن شاء الله عن أسعار معلم أسعار جمال اللحم من داخل سوق دراوي الدولي الأحد 20/8/2023. ونبدأ بالصلاة على الحبيب، اللهم صل عليك يا رسول الله صلى الله عليه. السلام عليكم يا رجال. السلام عليكم معلم. كم يا معلم؟ 35. الصلاة عليك. قعود لحم 35,000 جنيه. بالصلاة على الحبيب، قلبك يطيب. ما شاء الله تبارك الله معلم. صلى الله عليك. الدنيا روقة، الله يوسع عليكم وعليكم. ما شاء الله 35. السلام. كم البيع الشريط ابدا معلم؟ والله يا شيخ ما اعرف، دوب لسه نشوف. الله يرزقكم ان شاء الله معلم. صور اللي انت ايوه، والناس اللي كانت امبارح دي جات بناء عليه على النت. ايوه، جال الناس اللي جات من اسيوط ومن منيا دي جات بناء عليه الفيديوهات اللي انا منزلها جول امبارح. ما اللي كنا بنفصل معاك هناك. ايوه فاكرنا كان. ورجعوا ثاني، كان عايزين منك الجمالين، بس رجع احمد قال لا دخلين الحبل ومش هتباع غير في الحبل. والله رجعوا وقالوا هناخذهم يا عم. تمام؟ يا عم مش هبرد، اركب. مش هتوكل على الله، مش هذا. توكل على الله، توكل. ايوه كده، عفر واطلع. الصلاة على النبي. ما شاء الله، في واحد هنا برضه بيختبر الجمل اهو. اخواننا الناس دي لوبيين من غرب اسوان، بياخدوها عشان السياحه يعني، بيختبر الجمل. لا بس جمل طايع يا معلم ده. ما شاء الله من غرب اسرائيل؟ غرب اسوان. ما شاء الله تبارك الله. سياحه؟ الله يرزقكم ان شاء الله. غرب اسرائيل الناس المحترمه دي، حياك الله. اسواق بلدنا حاج، حياك الله. ما شاء الله اهو زي ما انتم شايفين بيجرب الجمل. الجمل مطيع ما شاء الله تبارك الله. الله يرزق العباد ويصلح حال البلاد. لسه فيه؟ اشتريته فيه ده معلم؟ لسه؟ لسه ما اشتروا فيه. اللهم صل على النبي على محمد وعلى محمد. السلام عليكم عمده، عامل ايه؟ اخبارك؟ شفت العدوى اللي تفو؟ لا دراوي. تاك الله، كم دول عليهم عمده؟ واحد عليه 44 وواحد عليه 35. ده الابيض اكيد 44. 44. والثاني؟ 35. مال لحم بالصلاة على النبي يا اخوان، مال ولا كسرات؟ لا قعدان، ده ما كسرش ولا قص. ده اللي ابو 35 ما كسرش حاجة، فلوسه ده عمدة طبعا. دي فلوسه يا اخوان عشان تبقى الناس توضيع، عشان ايه؟ ده فلوسه 35 قعود ما كسرش حاجة، ده جمل خمس فلوسه 44,000 جنيه، كاسر ايه؟ مجاوز. بالصلاة على النبي، الله أكبر. زي ما أنتم شايفين المال والصنعة وجمال وأكلة. المال ده زي ما بنقول احنا، المال ده كان يسوى أكثر من كده معلم، صح؟ بس ربك يعوض ان شاء الله مع الراجل المحترم ده. 44,000 جنيه، والثانية 35,000 جنيه. ده فلوس يا اخواننا عشان الناس تبقى فاهمه، اللي بنقول ده فلوس اللي مدفوعه فيه، لسه في عرق، لسه فيها عرق البهايم دي. الله يرزق العبيد، الله يرزق العباد ويصلح حال البلاد. الصلاه على النبي، الله يرزقك عمده ان شاء الله فيهم. هنا في بيع جمل في الجماعه النوبيين دول، هنشوف كام. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد. السلام عليكم حج ناجح، ما شاء الله عليك يا الدنيا. يا روقة ما شاء الله، معك بيع شراء هنا؟ الله بس الله يقول مشرعين. دول بيع فيهم 50؟ بس طلعنا بس قولوا لهم مشرعين بصراحة. وين كانوا امبارح دول يا حج؟ امبارح وريتهم لك، انا ما شفتهمش، كانوا سبعه. اللي كانوا هنا، بس كان الزبون اللي بتاع تصويت ما كانش عايز قعدان، عايز حاجه كبيره. بكره موصولها 24 و25. بكره انتهي يعني يا اخواننا. بالصلاة على النبي، مفصوله 24 25. بس بسم الله على النبي، الله اكبر. ودول مفصولات 50,000 جنيه قعودين. بالصلاة على النبي، الله يرزق الجميع، الله يرزق الجميع ويرزق العباد. الحاج ناجح من تجار، من تجار العزبات. الصلاة على النبي، من تجار دي البكرة دي اخواننا، موصولة 24 25. ودول مفصولات 50,000 جنيه. الله يرزقكم ان شاء الله، الله يرزقكم ان شاء الله. كام يا عمدة بالصلاة على النبي؟ السلام عليكم الأول. 27 بيقول عزيزي ان شاء الله. 27؟ ان شاء الله بأمانة ربك. والله عزيزي 27.
عايزين 27 فلوسها 25 فلوس قعوده بكره بكرة ايوه بكرة لحم بس لحم بالصلاة على النبي فلوسه 25,000 جنيه بتكلم بالله جد حلفتك بالله والله جد والله مشتريها 25 مشتريها 25 ما شاء الله يخشنا ما شاء الله يا اخي السوق ضايق السوق ضايق بالصلاة على النبي دي فلوس بتكلم فيها ب 27,000 جنيه المعلم الله يرزق العباد ويصلح حال البلاد بالصلاة على النبي مع الراجل الطيب ده ما شاء الله خلص واخذ منك رقم التليفون ماشي خلي يصور يا راجل سلام يمكن يبيع يمكن يبيع ليه يا اخي قول لا رزقك على الله رزقك على الله خلص واجي لك انا يا شيخ لاغر حياك الله عباد انت عباد حياك يا زعيم سلام على النبي ما شاء الله السلام عليكم السلام عليكم كم عليهم دول بطل كم عليهم حج محمد دول قول انت انا هو الفنان عجينا الكلام الملوش لازم انا بقول لك دول علينا كم دينا فيهم نبيع 20 بواحد ب 62 اه كده ما خلينا في المعقول احنا انت اللي سايد مش انا ما اقدرش اقول حاجه ازيك يا معلم يا اخبارك ما شاء الله عليك الصلاة على النبي الله اكبر دول معلم محمد بيقول فيهم بيعوا شنب ب 62 يا معلم ولا 61 والصلاة على النبي قاعدين دول طبعا والصلاة على النبي 62 الله يرزق العباد ويصلح حال البلاد بيعوا شنب ب 62 الله يرزق ان شاء الله قاعدين بسم الله ما شاء الله والصلاة على النبي فيهم واحد افرس من الثاني يعني اخلص تصوير ونقعد مع بعض لا اخلص تصوير عملنا معك الصح بعد كده حنوريك الرد الثاني نوريك الوش الثاني دول اربع قعدان تاخذ من وكاله القراشي هنعرف بس السعر تاخذه على كم وهي حاله المزارع دول بالصلاه على النبي ما شاء الله كانوا تبع الاربعه الله هم كانوا ثمانيه عشره اتباعوا اربعه واتباعوا اربعه لوحديهم بالصلاه على النبي وسته لحال لا هم كانوا كنا 10 باعوا اثنين وادي اربعه دول بقيت اربعه انا اعرف بس الثمن من ايه من الناس اشتروهم دول راحت عند مزارع الله يرزقهم ان شاء الله ها كم الداعم طاع طلع على اخذنا على 100000 على 110 110 قطع 110 هم ياجوا زي كده ايوه 110 اخذناها حياك الله يا بطل صلى على النبي عليك ما شاء الله تبارك الله حلوين الله يسلمك اخوات من الستة اتباعوا ب 180 180 اخوات من الستة لا لا ب 110 كنت اتباعوا ب 106 حياك الله يا بطل حياك الله الله يرزقكم ان شاء الله فيهم امين يا رب صورهم كده ونشوفهم صلى على النبي ما شاء الله الله يرزق ان شاء الله الله يرزق يا بطل